احتاج الزمالك 24 ساعة فقط للعودة إلى القمة بعد فوزه على سموحة بهدف من ضربة جزاء أحرزه فرجاني ساس. بدأ جروس تشكيل المباراة، جنش في حراسة المرمى، خط الدفاع من اليمين للشمال حازم إمام، محمد عبد الغني، الونش، بهاء مجدي، خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساس، وثلاث محاور هجومية زيزو، أوباما، كهربا، خط الهجوم بوتاي. بدأ الزمالك المباراة بداية هجومية وكاد كهربا أن يحرز هدف في الدقيقة الرابعة، حتى استطاع الزمالك أن يحرز الهدف الأول والوحيد من ضربة جزاء عن طريق فرجاني ساس، يصبح رصيد الزمالك 57 نقطة ليكون في المركز الأول، وخلفه الأهلي ليكون في المركز الثاني بعدد من النقاط وهو 55 نقطة، ويكون في المركز الثالث بيراميدز 51 نقطة. بالتوفيق لنادي الملوك والشياطين الحمر.